الأولى تعرض المنتخب السوري للهزيمة على أرض كوريا الجنوبية بهدف دون رد، خسارة قد تؤثر على حظوظ السوريين في التأهل إلى النهائيات. تقول الحكمة الكورية: البداية هي فقط نصف المهمة، والنصف الآخر من الطريق نحو روسيا يمر من سوريا. هذا ما اعتقدوه في الداخل، أما في الظاهر فاجتمعت أمامهم مجموعة نسور حلقت في ماليزيا عالياً وترغب بالارتفاع أكثر في سول. بين المنتخبين سابقاً 4 لقاءات رسمية لا أفضلية فيها لأحد على آخر، تبادلا الانتصار وتعادلا مرتين. وفي 5 حواراتهما أراد جيونغ هو هونغ أن يقتل الروح السورية بهدف مبكر جاء بعد 4 دقائق فقط على صافرة الانطلاقة. الرد السوري كان على مستوى الهدف الذي دخل مرماهم، إلا أن قياسات علاء الشبلي لمرمى كونسون تاي لم تكن دقيقة، فيما خلت تسديدة عمر خريبين من القوة التي كانت تحتاجها. بداية الشوط الثاني عرفت استعانة أيمن الحكيم بعنصر الخبرة في رأس الخطيب، وقبل أن يقدم الخطيب أوراق اعتماده في اللقاء كاد نام تايهي أن يقضي على الفورة السورية بهدف ثان لولا يقظة إبراهيم عالمه. قائد النسور كان نقطة تحول المنتخب السوري، منح الهجوم ما كان بحاجة إليه، أما هو فلم ينقصه سوى بعض الحظ في انفرادة وجدت رأس الحارس. وجه مع كونسون تاي، هذه المرة العريضة هي من رفض دخول الكرة الشباك وليس الحارس. هنا لم يعد على السوريين سوى الاستسلام لخسارة قد تبعدهم عن صراع المركزين الأول والثاني. الحمد لله رب العالمين، قدمنا أداء بليق فينا بالفعل، حاولنا قدر المستطاع أن نطلع بالنقاط 3 لحتى نفرح جمهورنا بسوريا، ولكن الحمد لله الأداء اللي قدمناه والشباب الرجوله اللي قدموها بالروح العالي قدرنا هلا. معلش فينا نقول انه الجماهير بسوريا فرحانه على هذا الشيء، على هذا الاداء. صح ما جبنا نتيجه بس الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا بالاداء، وان شاء الله بالمباريات القادمه بنحاول نجيب نقاط لا نطلع وفرح.